ضيف محبوب من جماهير الكرة المصرية كلها. زملكاوي أصيل يعرف معنى القيمة والاحترام. أنا لما قالوا لي محمود عمنا عبد الرحمن قلت إيه الاسم ده؟ كابتن خواجة. هو رسالة لكل المتعصبين. بس أنت ما جاوبتش عليها في السؤال، أنت كنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ تحترم الخصم إزاي؟ أنا مش بتاع الكلام ده. راح قلع جزمته. أول مكافأة خدتها وأنت في نادي الزمالك وأنت في الناشئين كان كام يا كابتن خواجة؟ أنا حلمت وأنا صاحي. أنت لعبت كورة في الشارع يا كابتن خواجة؟ من هنا عرفوا بقى إن أنا مغرم جدا بالكورة. هل ده مولد محمود الخواجة بالنسبة بقى للجماهير والفريق الأول نادي الزمالك؟ آه. تاريخه كبير جدا، تاريخه الناس كلها هتقعد تشهد بيه. مصطفى عبده والخواجه هيعملوا ايه؟ زمان احنا مش مصدقين، الناس هتصدق. عارف ان الساده المشاهدين هيستمتعوا جدا بالحلقه دي، لا للتعصب، ولسه عندنا حكايات. المجري السبت الساعه 11 مساء على قناه